صراحة المنظر رائع جدا وزوين. كاين واحد لا فغيشور كتجي مع هاد لاكاسكات زوينة زوينة بزاف. وكاين هنا لي بواسون هما الحوت باللغة ديالنا، أنواع تا هي وأشكال. أوبا صراحة اللي تيبغي الطبيعة يدخل معايا مرحبا بيه، أنا تنحمق على الطبيعة وفي ما كانت الطبيعة كندور عليها في ما كانت في ما تلقاها تلقاني معاها. ونبغي نتمنى يكون هذا لا فيديو اللي دارت يعجبكم. صراحة ما كاين ما حسن من الطبيعة ومن الماء، هذا هو الانسان ضروري ما كيتخلاش على الماء. هانتم نوريكم الحوت، هادو راهم ماشي بصح، هادو راهم غير دايرينهم هنا، مي هاد الحوت راه الحوت بصح. هانتوما عاوتاني هنا تيخرج الباطو ديالنا، تنوصلو لهاد البلايصة. كاينة واحد ليسباس لي هي كبيرة واسعة وفيها هاد البرك، فيها عاوتاني تتشوفو. والحوت كاين ديما تيتسارى هنا موجود، هادوك ليليفون وهاد البريكات هادو عاوتاني تابعين هاد الحويجات. والطبيعة وانا ساليتكم معايا عاوتاني، مرحبا بكم اي وقت. درت لي فيديو ديالي غادي نشارككم معايا باش تنتوما تخرجوا شويه، واخا يكون الانسان جالس في الدار خصو يخرج شويه. كنا تنقنطو شي مره وتنبغيو نبدلو شويه، الا ما كانتش الظروف عاوتاني متاحه تنحاولوا ما امكن حتى حنا نشوفو في التليفون ونشاركوا الناس اللي تدير شي محتوى زوين. و هادشي اللي كنتمنوا من الجميع. إذا كنت طولت عليكم في الفيديو ديالي سمحوا لي، انني انا باغيه غير بغيت نوري لكم كل شيء، يعني ما بغيتش ندير دي بتي فيديو داكشي. علاش؟ باش ما يعني احسن شيء تشوف الفيديو انتي كله. دابا هاد البريكه غاديه ما عرفت فين غاديه، واش غاديه تولد وليداتها ولا البيض زعما تبيض ولا ما عرفت فين غاديه. المهم وهنا كاين واحد اللي بعد الله يجينا ويجيكم قداش يا ربي السلامه والعافيه. هي هي شوها السيربون اللي هو تتحل في الماء الصراحه تتخوف. وحنا وصلنا دابا، يعني مازال ما سالينا هاد لوطوغ هذا حيت كبير بزاف. هاد البريسه هادي صراحه هاد الباطو تعجبني، ديما نطلع من تنجي لهاد لو بارك هذا تيعجبني ندير هاد الباطو باسكو كتشوف بزاف الماء وتتشوف خلاص الطبيعه كاينه، يعني لا نتيح كاينه في كاع البارك ما كايناش غير هنا. غير هنا تتحسي بانك تتمشي في الباطو تصافي دي بيان. وهادو دايرينهم هنا يعني ديفو هاد لابيت كاسكاد هدا تيكب الما هنا هاد فهاد لاغيفيغ غادي.